كل شيء في تزريعة هون طالبة جايبتها متبرعة فيها من بيتها، كل طالبة مسمية زريعتها على اسمها. لاحظ الدماري اللي هون، نحن قعدنا سنتين ثلاثة عم نبني فيها المدرسة. بنبرة تخنقها الحسرة تعبر هذه المدرسة عن مشاعرها بعد استهداف مدرستها في المليحة بريف دمشق من قبل طائرة ميج، ذلك لأن الدمار ليس دمار الجدران فقط، بل هو تعب جيل كامل قاتل لتكون مدرسته بهذا الجمال وهذه الروعة. قطفها صاروخ طائرة ميج على عجل. احنا كنا قاعدين مداومين هون، طلع الطيران صرفنا الطلاب 12 الأربعاء تقريبا، ما في الأنيسات كلها كانت عم تشتغل بجلقات وأسئلة الامتحانات عم نحضر الامتحان. خافت الأنيسات، كنا 13 أنسة هون، ما في دقيقتين ثلاثة طلعنا استهدفوا الإدارة، اجانا صاروخ على الاداره. لاحظ هي المدرسه، يعني احنا راسمين الحيطان هون، كل الطلاب راسمه كل حيط قعدنا فيه ايام. يدرك ابناء المليحه كما تدرك تلك المدرسه انه من الصعب جدا اعاده بناء ما تدمره غارات الطائرات التي لا تحصد البنى التحتيه وحسب، بل حصدت احلام الطفوله وعيشها الامن وتركت اثرا في نفوس الاطفال لن يمسح من ذاكرتهم بسهولة عن شيء قاتل مميت اغتال مقاعد دراستهم وتعبهم وحلمهم بأن تكون مدرستهم أجمل. السلام عليكم. عليكم. الله أكبر. غارة جوية الآن على بلدة المليحة. شو اللي صار هون هلا؟ قام النظام بقصف كما ترى احتبست في منطقة الملاحة بطائراته الحربية، فقام أيضا بقصف البساتين وضر الأشجار وأدى إلى دمار المنازل والبيوت. أثار القصف بطيران الميج على بلدة المليحة أو بساتين المليحة، لا زال القصف متواصل بطائرات الميج، وهذه الحرائق نتجت عن استهداف البلدة بطائرات الميج. تستهدف الطائرات بساتين المدينة قد لا تبحث عن هدف لتواجد عناصر الجيش الحر أو لا تكلف نفسها بعناء البحث عنه أصلا، فهي تستهدف مزارع لفلاحين بسطاء لم نعثر فيها على أثر لشيء عسكري، كما يروج إعلام النظام كلما نفذت طائراته طلعة جوية، بل كأنها تستهدف إحداث الدمار والموت وحسب. شبكة شام الإخبارية، ريف دمشق.